أستاذ، أعطينا المستجدات ديال هذه القضية ديال الجنس مقابل النقط هنا بمدينة سطات. انطلقت الجلسة في الوقت المحدد لها حوالي الساعة 4 مساء. شرعت المحكمة في الاستماع إلى بقتلنا مصرحة واحدة اللي كانت استمعت لها الشرطة القضائية وقع الاستماع إليها. تم الاستماع إلى شهود اللائحة. تم عرض أدلة مادية عبارة عن تسجيلات صوتية. الآن لا أستطيع أن أكشف لكم على محتواها. اللي تخيد هو أن البحث ديال القضية انتهى. دابا غندخلوا لمرحلة المناقشة اللي غادي تكون فيها المرافعات سواء ديال الطرف المدني أو النيابة العامة ودفاع المتهمين طبقا اللي هو منصوص عليه وفقا لترتيب ديال قانون المسطرة الجنائية. اللي كاين كمستجد هو أن المحكمة قررت أن ترفع السرية عن مرحلة المناقشة، وبالتالي ستكون المحاكمة في قاعة مفتوحة أمام العموم، بإمكان يحضرها الصحافة أو العموم أو أي شخص له رغبة في أنه يحضر. وفيما يتعلق بالفحوى ديال تلك التسجيلات الصوتية اللي سبق لي وأن قلت عنها أنها أدلة مادية، سأكشف عنها خلال مرحلة المرافعة ما دام حاليا تم رفع السرية عن هذا الملف. وشكرا على اتباعكم. لا تنسوا ابوناو فلاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.